شاي بيا طيح الفيس. الله يطيح الفيس. اسكت انا ساكته. هي اللي بغيت نطبع ورد بغيت تصايب لي نظاظري حيدات الفيس من نظاظرها. ايوا دابا تلاقى وحنا قلنا زعما نظاظرنا ديال العيالات نظاظرك تي غاليه نحيدو لك نديرو الفيس من عندنا لعندك. تا نظاظرك تي راه زوينين. وي ولكن انا ما عنديش مشكل انا نمشي المغرب ونقادهم. نتوما راه عندكم هنا شما قطع النيف ساروت لو بغيتي تعوضي 100 درهم. ايوا ايوا حنا رحنا عندنا صافي امي خليت يجي لي فيو صاوبو لك. غير صافي خليني دابا معاه. او الغزالات ديالي كي دايرين؟ عرفتوا ياك على البارحه غسلت شعري نعاود تغسلته ثاني لحقاش مشيت ترينيت وجيت عاد ضربت بواحد الترين ترينينغ اليوم ما نقولش لكم زادني ود الحرام. قلت يقول لي تيدير لي 45 كيلو تيقول لي هز. تنقول لي راه ثقيل راه بزاف تيقول لي حتى راك ثقيله يلا زيد هز. عاد واحد الترينر الله يعمرها دار الله يعمرها دار تي تريني بك مزيان واحد الراجل كبير عنده 60 عام كبير زعما راك كبير زعما واحد الراجل كبير واحد الراجل كبير بحال ليفيو. يو شعيبية عبد الله هانية هاد الساعة تريكوك مطبع هاد الساعة وساعة اخرى يحلموني انا سياكلو كدك؟ لا لا كالتني عاد صبعي من فوق. هاد عاد شدي الفلوس والله يجيب الرزق. تا واحد ما كرهتش وثاني احنا غنحكو ماشي كالتني دي اختي كلتني الصباح ما دابا كاني عصبي. كلتك الصباح الماء ديال الطاليان احسن من ديال لارما. اه الماء ديال الطاليان واعر لحقاش هذيك البلاصه فين كاينين حنا في الطاليان ديال الجبل والماء تيهبط رطب رطب. هذا الماء لا تيرطب ما لاحظتيش حتى الشعر حتى الشعر تيبقى رطب. لا تما زوين الماء الماء زوين و تيرطبوا لي يدي هذا الماء هنا حرش. والله العظيم ايوا رانا درت لك امي بالراي ومشيت اخويتي ايوا هات اليوم قصح لي ود الحرام يا راه نهار على نهار يبقى يجيك 5 كيلو 10 كيلو 45 عطاني ديال واحد لا ماشين تدير لي مولي والفخار 45 باش تهزيها بيدك لا برجلي برجلك ايوا 45 انا هادي نهز 45 كيلو كنت ما تنعقلش الخيشه فيها 50 كيلو ودابا تي 45 كيلو. اليوم غيعطيك 45 غدا يقدر يعطيك 50 وتبداي غاديه لا صال هو هذيك سي محمد راه تيهز 120 كيلو 140 لا لا تيبقاو كل نهار نهار على نهار تيزيدو ليهم. ايوا تبغيتي تيقعات وراه زوينه داك الشيء وحق الله العظيم انت تجي عرقانه حاجه وحده اللي تتخسريها تنقول لك دوشتهم. لا لا انا دوشت في الدار ما دوشت في الدار. ايوا دوشت في الدار لا دوش عندهم. اليوم عندي واحد الخريجه سبيسيال خاصني نصايب شعري سامبل يكون شي سامبل واعر وخاصني نضرب شي مكياج يكون هو هذاك وشي لبسه تكون كلاس ونمشي ولا لا المهم كاينه انا والشاب بلال وفريق العمل. هانتوما اختي لا تقولوا امي ما حادكاش خبزه ديال الزرع بالدينكل دينكل مال بالخبز المهم خبز ديال الزرع بقى ما خمرت. دابا امي اش ديري فوق الخبزه باش داك الشيء يلصق؟ شو ديال البيض والمح ديال البيضة والحليب غير المح يعني المح الأحمر المح الصفر شوية الحليب راه كاينة الشيتا وقلبنا عليها ما بانتش لينا بحال بحال أنا راه ندير عصباني هما الشيتا أنا هاد السليكة بت عليك ما عديش معاها أبنيتي مزيان لا مزيان واش غديري؟ إوا دابا ندير زريعه القرعه ندير هذاك ديال بلي نورت الشمس معاش واش فين زريت كنت هنا غير ما وغندير زريعه ديال الدلاع راه كاينه حتى هي ماشي ديال الدلاع هذيك ديال القرعه ويلي على ديال القرعه وديال القرعه والله الا ديال القرعه ويلي القرعه كحله والله اختي لا ديال القرعه راه مكتوبه فيها الكوربيس
كانت فرنسويه ما بعينيش ما يخليك لا ماشي فرنسويه امي الالمانيه الالمانيه كوربيس هي القرعه قول كوربيس ما شوف انا شوف كانت فرنسويه وقلت لك وقلتي لي راه ما عنديش معاهم نقلي لك هادو عرفتي هي كتيجي مقلي هذاك و ايوا نقليهم لك درك نقلي هو والك ديال تا قرا واحد كاوكاو شريتيه مسوس يا سلام يا سلام الله يعطيك الصحه ايوا هذا غادي تقلي غنقلي لك هادو نقليهم قبل الملح وتشوفي كيفاش هذا خاصك تعجنيه مع الخبز من الداخل الا بغيتي يجي الخبز واعر لا الخبز واعر من الداخل فيه الزرع الغزالات ديالي الخبيزه طابت شوفوا تبارك الله كي جات اي والله يعطي امي الصحه الله يعطيها الصحه الصحه شوف تبارك الله شعبيه معطيها الخبز والغزالات ديالي طلعت باش نقاد شعري وغادي نماكي من طبيعه الحال وغنمشيو للحفله وغنديكم معايا وتشوفوا معايا الاجواء ديال واحد الريستورون واعره شحال هذا ما مشيت ليه من داك العام مشيت ليه في الحفله داك العام الا كنتو عاقلين داك العام داك العام داك العام نحيحت وغنمشيو لهذا العام المهم باقا حيره المهم شعري غنصاوبو سامبل غنصاوبو سامبل نقلاطي سامبل وباقا حيره ما بين الخوام جاش من قميجه نلبس بالله جي نوريكم اش من قميجه نلبس اش من قميجه نلبس المهم حيره ما بين هاد جوج قوامج ما بين هادي راه باقا بالتيكيت اختي باقا جديده عمرني لبستها حتى هادي باقا بالتيكيت ولا هادي المهم هادي ولا هادي والله الا حيره ما عرفتش شنو اين قميجه غنلبس فيهم ضروري خصني نمشي كلاس وقميجه عباد الله والغزالات ديالي الميكاب هو هذا قولوا لي كي جا داكشي بالزربه والله الا بالزربه ما عطاتش الوقت لحقاش مشى الحال وخاصنا نمشيو درت عكر احمر لبست هاد القميجه ولبست السروال احمر وغنلبس طالون صافي طالون عريض ماشي طالون رقيق مابقاش نعرف نزيد به الحجبان الحجبان مصيبه كحله ما تراسيتهمش مزيان خصني ندير ليهم شويه قلم غير باش يتفونسوا شويه الحجبان اوكي صافي سالينا والغزالات ديالي هذا هو الستيل اللي لبست اليوم لوك كلاسيكي لحقاش اختي خاصني نبان كبيره في العمر راه حنا الرام كاينين كاع الناس اللي خدامين معاه كلهم وكاين الكاتبه الحراميه وكاين كاتبه اخرى جديده وكاينين هذوك اللي خدامين معاهم عمرواتهم ايوا قلنا نمشيو مفركسين قولوا لي كي جيت بلا كذوب والمانطل هو هذا الكبوط ديال الشعيبيه هو اللي لبست لحقاش عندي كبابط فيهم الطول واصل حتى لهنا والطول حتى لهنا مع هاد السروال والصباط تاع علاقه فهذا طويل قلت غادي يجي حسن اش ديري انت شي ماسيف عنقو صايك نو ناي كوت ايوا هذا ما كان بلا كذوب وبلا مجامله قولوا لي كي جات اللبسه بكل صراحه بكل صراحه يا غزلاتي الحوالقات درت هادو عندي سنيسله ماشي ديالهم غير شريتها تتشبه ليهم هادي فيها الطير الكبيره هادي ولكن القميجه عجبتني مسدوده داكشي علاش خليتها مسدوده معلمه اختي معلمه المهم جينا البالاتسو تيديروا فيه الشو زوينه هاد البلاصه في نورنبرغ